يعني أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الله سلام. كيف ما تكون أفضل عمل بعد الفريضة قيام الليل؟ جبريل عليه السلام، تخيل معي هذا الموقف. الله. يا أبو حسين، جبريل ترى ما ينزل من السماء للأرض إلا الأمر عظيم. يا سلام. نزل جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وقال لي: عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم. اسمع اسمع ايش بعد واعلم هذه، واستشعر معي ماذا قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم بعد واعلم هذه: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. أعظم أمنية للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجنب عن النار ويدخل الجنة. الله أكبر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن نحن نصلي نتدبر الآية: تتجافى، يعني إيش تتجافى؟ ترتفع جنوبهم عن الفراش. ليه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من ماذا؟ من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هؤلاء ما قاموا الليل إلا من أجل أن الله سبحانه وتعالى يبعدهم عن هذه النار، وكذلك يرجون ما عند الله. وأعظم أمنية للإنسان في هذه الدنيا أن يخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنه وأدخله الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. يعني الصالحين صفة من صفاتهم. الصالحين الذين كانوا قبلنا كانوا يقومون الليل، الله عز وجل أخبر عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آخر الليل كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدي الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل. من أسماء الله عز وجل الشكور. ما معنى الشكور؟ الشكور الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير. شكور، شكور وسبحانه وتعالى حليم جل وعلا. شيخ علي، إحنا بعض الأحيان نشوف واحد نقول: يا أخي يا أخي يا أخي وجهه مريح، يا أخي وجهه منور، تحس وجهه فيه نور. ترى هذا اللهم آمين، اللهم أنا نسألك من فضلك. هذا السؤال جاء واحد يوم من الأيام وسأل الإمام الحسن البصري، قال: يا إمام، ما بال المتهجدين بالليل، يعني اللي يقوموا بالليل ويصلوا بين يدي الله، ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها. الله. قال كلمة وأجاب بإجابة تكتب بماء العين، قال: هؤلاء أقوام خلوا بالله فكساهم من نوره. فكساهم من نوره. تبغى الله ينور وجهك وقلبك ويجعل لك نور على الصراط بين يدي الله، بين يديه يوم القيامة. أخلوا بالله في الليل.